السلام عليكم ورحمة الله. تاج الدين الرحماني رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرعين في الإقليم سيدي قاسم، كنتواجدوا على بعد 20 متر أو 30 متر من مركز عين تفاري. كما كتلاحظوا راه الفيراج راه الطريق الوطنية رقم 16 كتبعد بوالو هالسكينة. إذا كتلاحظوا أن النفايات المنزلية غازوا المكان، الروائح الكارية حدثوا راه حرج، حنا كنهضروا دابا والروائح الناتنة. إذا راه صابرين كنهضروا صافي، راه كاين شي ريحة ما تصوروش. إذا كما كتلاحظوا هاد قلنا هذا المركز ديال عين تفاري، وكنشوفوا النفايات المنزليه بكثره في غياب اي تدخل للمجلس الجماعي. اذا حنا كنتسائلوا هنا شنو الدور ديال المجلس الجماعي، فين هما الموظفين ديال الانعاش اللي مسؤولين على النظافه؟ حنا كنلقاو ان القريه النموذجيه تعاني من ازبال والنفايات، دوار زواويين يعاني من غياب النظافه. كذلك هذا المركز كما كتلاحظوا فيه نفايات عدد هائل، اذا عدد هائل ديال النفايات كما كتلاحظوا. حنا كنتسائلوا الان فوكاش غيدخل هذا المجلس الجماعي؟ اذا الساكنه كتعاني، عندها مجموعه كيعانيوا من مجموعه من الامراض من جراء هذه الروائح هذه. اذا ما فهمتش حتى الجمعيات، جمعيه المجتمع المدني اللي كانت كتهتم بالحق البيئي والميدان البيئي قطعوا عليها الدعم. هنا كنتسائلوا الى متى ستظل ساكنه عين تفاري تستنشق هذا الهواء الملوث، هذه الروائح النتنه؟ هل قدر عين تفاري ان تعيش في هذه الازبال؟ اذا كجمعيه الدفاع عن حقوق الانسان كنطالبوا بجمع هذه النفايات من المجلس الجماعي لانه الدور ديالو، وكنطالبوا بتوفير حاويات القمامه البركاسات باش الناس يعرفوا ويلقاو فين يحطوا هذا الشيء. الشيء راه ماشي معقول، حنا راه في 2018 وراه ندخل في 2019 وباقيين كان الناس كيعيشوا في هذه النفايات في وسط المركز ديال عين تفاري. حشومه وعيب، هذا الشيء راه ماشي دار. هذه رساله للمجلس الجماعي باش يقوم بالدور ديالو، الدور المنوط به هو يحارب هذه النفايات ويوفر البيئه السليمه لساكنه عين تفاري.